بسم الله، هنبدأ معانا محاضرة الشريط الثالث اللي هي تحكي عن الفلويد كينيماتكس. مصطلح الفلويد كينيماتكس اللي هو السريان داخل أي سيستم عندي بس ما يكونش فيه الأوزوجين. فعندي أول نقطة اللي ممكن الفلويد كينيماتكس، هناخد دراسة لحركة فلويد داخل سيستم معين. consider this dimension fluid motion يتحرك. عندي اهم شيء عدة assumption فرضيات اللي هو no friction. لما يقول لك no friction هذا مصطلح يدل ان ما فيش احتكاك، اللي هو اللزوجة لميو تساوي زيرو no viscosity. هذا ان فكرة زي ما عندك في الشكل الموضح flow steady، السريان عندي مستقر ثابت nothing change with time. لما يقول لك steady flow ايش يعني المصطلح هذا؟ يعني ان الفلو اللي عندي ما يتغيرش مع الزمن. يعني اذا كان عندي سيستم معين وضخ في كميه في ليكويد معين، كميه الليكويد اللي انا ضخ فيه ما يتغيرش مع الزمن. يعني بعد نص ساعه، بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد 24 اور الفلو اللي عندي ثابت ما يتغيرش مع الزمن. قال لك ايش بارتيكل اوف ذا فلويد سلايس اراوند ذا باث. عندي حركة الجسيمات بتاع الفلويد تتحرك في ستريم لاين. الستريم لاين هي زي ما عندك موضح في الشكل. دراسة حركة الفلويد اللي عندي من نقطة إلى نقطة ثانية إلى نقطة ثالثة إلى ما لا نهاية من النقاط، تتم الدراسة هذه عن طريق معادلة اللي هي معادلة البرنولي إيكويشن. زي ما عندي موضح بي بلس نص رو في تربيع زي جاما 6 تساوي كونستانت. يعني قال حركه المائع هذا اللي قلنا انه هو اهم شيء عندي في الدراسه هذه في الكلمات الفلويد انه هو غير لزج وانه هو ما يتغيرش مع الزمن. والشرط الثالث اللي هو انكمبرسبل، يعني غير انضغاط. معادله البرنولي ايكويشن اللي هي بي بلس نص رو بي تربيع زائد جاما زد تساوي مقدار ثابت على مول على طول الستريم لاين. يعني قلنا حركه الفلويد في داخل اي سيستم يتحرك في ستريم لاين. ستريم هذا الستريم لاين هذه من نقطة إلى نقطة التي يتم دراستها عن طريق معادلة البرنولي إيكويشن. وأحيانا تكون في صورة البي على جاما زائد البي تربيع على 2 جي زائد الزد تساوي مقدار ثابت على طول الستريم لاين. هذين المعادلتين هن اثنين يعبر عن معادلة البرنولي إيكويشن يتم بها دراسة حركة المواعي داخل أي منظومة عندك. طبعا التعريفات بتاع المعادلة الزد يمثل الإليفيشن هيد اللي هو it is related to the potential energy of the particle. يعني معتمد على الطاقة الحركية للجسيمات الموجودة عندي في الفلويد. البي على جاما اللي هي pressure head. It is present high of the column of the fluid that's needed to produce the pressure P. هذا البي على جاما هو ال static pressure ناتج عن ارتفاع المائع داخل العمود اللي عندي needed to produce pressure P. يعني الارتفاع اللي نحن نتحصل منها عن طريق البريشر الموجود عندي اللي هو الاستاتيك بريشر. البي تربيع على 2 جي اللي هو الفيلوسيتي هيد. الفيلوسيتي هيد اتس ذا بريزنت تو ذا كيماتيك انرجي اوف ذا بارتيكل. الطاقه الحركيه للجسيمات الموجوده عندي حتولد لي البي تربيع على 2 جي. عندي النص رو بي تربيع اللي هو دايركت بريشر. اتس بريزنت فيلوسيتي هيد ات اني بوينت. هو ناتج عن الهيد بتاع السرعة عند أي نقطة. الجاما زد اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. في عندي حاجة اسمها ستاجنيشن بريشر أو البريشر وين ذا فلويد كم تو ريسيت. يعني لما الفلويد عندي يصل لنقطة السكون تكون عندي ستاجنيشن بريشر. ضغط السكون اللي هو عندي السرعة عندها هتكون مقدارها زيرو. يعني احيانا الفلويد يوصل عند نقطه معينه ويقف عند النقطه هذه. النقطه هذه نسميها الاستجنيشن بوينت. عندها زي ما عندك الشكل الموجود عندي السرعه هتساوي الزيرو. فمثلا عندي هذا السيستم موجود عندي طبعا البايك، وفي هنا في تيوب وفي تيوب ثاني داخل البايك. لما الفلويد يتحرك هيدخل داخل البايك، هيتعبى البايك بالفلويد لعند نقطه معينه اللي هو الارتفاع H. السرعة عند النقطة هذه 2 نسميها الاستجنيشن بوينت. يعني السرعة عند النقطة 2 هتساوي الزيرو. ها
هذه هنستفيد منها في الانس بعض المسائل اللي هنشوفها كيف نستفيد من الاستيميشن بوينت في حل اي مساله هتواجهنا. عندي التوتال بريشر، البي توتال هو عباره عن حاصل جمع الفاريبل المتغيرات عندي في المعادله البرنولي اللي هو البي زائد نص رو في تربيع زائد جاما زد يساوي كونستنت زي ما قلنا along the stream line. عندي الكونفايند فلو اللي هو التدفقات المحصوره، بيقول عندي سيستم زي موضح عندك الشكل وهو محصور. consider fluid flowing through fixed volume حجم ثابت such as tank زي مثلا التانك. if the flow is steady زي ما تعرفنا احنا قلنا معنى كلمه steady flow اللي هو مستقر مع الزمن no change with time. قال the mass flow rate into the volume must equal the mass flow rate of the volume، يعني كميه المعدل التدفق الداخل في السيستم الموجود عندي هيساوي كميه معدل التدفق الخارج او كتله التدفق الخارج تساوي كتله التدفق الداخل. يعني عندي ام دوت تساوي رو في الكيو، الرو طبعا الدنسي كثافه الماء عندي، والكيو اللي هو الفلو ريت. الكيو عباره عن في في اي اللي هو سرعه في مساحه. الفوليوم فلو ريت معدل التدفق الكيو اليونتس بتاعها طبعا متر مكعب بير سكند. الكيو تساوي البي في الاي اللي هي معادله الكونتينيتي ايكويشن، معادله الاستمراريه من المعادلات المهمه جدا عندي زي ما قلنا في تحليل الفلويد اللي بيكون في حال الحركه. ومثلا ما عنديش زي ما ندرس في هذا الشابتر ان هو ما فيش فيسكوستي ما فيش مزوجه، فيما من خلال معادله الاستمراريه او معادله البرولي ايكويشن نقدر نحلل اي مساله موجوده عندي. The conserved mass كتلة معدل التدفق. Then flow rate must equal the out flow rate، زي ما قلنا معدل التدفق الداخل يساوي معدل التدفق الخارج، يعني عند النقطة واحد زي السيستم الموجود عندي قبل شوية في الداخل هيساوي الخارج، يعني ام دوت كتلة معدل التدفق عند النقطة واحد يساوي ام دوت عند النقطة اثنين او في الاوت. Conservation mass continuity equation عشان تصبح هتساوي رو 1 A1 V1 هتساوي رو 2 A2 في V2، يعني density في المساحة في V هذا عند الانلت هتساوي density في المساحة في السرعة عند الاوتلت. For incompressible fluid مصدر incompressible fluid زي ما ذكرنا في المحاضرات السابقة ان الفلويد عندي غير انتقالي. شنو يعني هو غير انتقالي؟ يعني الدنسيتي متساويه رو كونستنت، فاذا الرو 1 تساوي الرو 2 هنعوض بها في المعادله هذه لما تكون رو 1 تساوي رو 2 هيمشي مع بعضها، فتبقى معادله الاستمراريه عندي A1 V1 هتساوي A2 V2 اللي هو معادله التدفق Q1 هيساوي الQ2 هذا في حال انه هو عندي ستيدي فلو. لكن اذا كان هو غير ستيدي فلو هيكون هتغير المعادله اللي عندي ما تبقاش بالصوره هذه، لكن الصوره هذه ما دام انه هو عندي ستيدي فلو يعني كميه معادله الدفق اللي ينضخها خلال سيستم معين في الانلت هتساوي كميه معادله الدفق في الاوتلت اللي هو عند الخروج.